معي عبر الهاتف من أبو ظبي محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. كيف تتابع هذا الموضوع؟ يعني طبعا ليس بجديد المبادرات الإمارات العربية المتحدة في ظل أزمات أي بلد أو بعدها، ولكن انتقاء يعني في رمزية خاصة هذه المرة، انتقاء العراق دعم كبلد، دعم من حيث الإعمار كمواطن، من حيث زرع الأمل، ومن حيث أيضا انتقاء المراكز الحضارية هذه. نعم، مساء الخير أولا. أهلا وسهلا. رسالة الإمارات حقيقة معروفة دائما، هي رسالة بناء وتعاون وشراكة من أجل حياة أفضل للناس ومن أجل مستقبل أفضل. لذلك اليوم نجد هذا المشروع الإماراتي مع الأشقاء في العراق هو مشروع يهدف لأمرين مهمين. أول شيء تأكيد على أهمية الحضارة والتاريخ العربي في المنطقة وتاريخ الدول العربية، والأمر الآخر كما ذكرت الوزيرة نور الكعبي أن هذه رسالة مباشرة للإرهاب وللإرهابيين، أننا سنبني ولن نقبل بأي هدم للفكر وللحضارة وللتاريخ الإنساني. لذلك دولة الإمارات حريصة عمليا ومن خلال اتخاذ مواقف ومبادرات عملية لمواجهة الإرهاب وتحدي الفكر الإرهابي، وفي نفس الوقت الحفاظ على التراث الإنساني والتاريخ البشري. لأي درجة هذا يجب أن يعد محفزا سيد محمد للاقتداء والحذو حذو الإمارات بهذا الإطار؟ نعم، أنا أعتقد حقيقة اليوم الدول العربية كلها اليوم أمام مسؤولية تاريخية. بلا شك السنوات الأخيرة كانت سنوات صعبة، الإرهاب سواء الداعشي أو غيره يعني نجح وللأسف الشديد في أن يدمر كثير حقيقة من تاريخنا وأن يضيع كثير من كنوزنا في هذه المنطقة. لذلك هذه مسؤولية على جميع الدول العربية أن تساعد الدول الأخرى التي عانت من ويلات الإرهاب والحروب والاقتتال الداخلي. اليوم نحن عندنا العراق، عندنا سوريا، عندنا اليمن، وكذلك فلسطين. بلا شك كل هذه الأراضي العربية اليوم بحاجة إلى هبة عربية، هبة يعني صادقة حقيقة. يجب أن ترصد الميزانيات ويجب أن توضع الخطط من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذا التراث وهذا الإرث، وفي نفس الوقت إعادة بناء وخلق ما تم تدميره وما تم تخريبه على أيدي الجهلاء والمخربين والإرهابيين. لأي مدى سيد محمد هذا من جديد يعني يضع دولة الإمارات العربية المتحدة بمصافي أكثر العالم، يعني التخطي قدما بهذه الأعمال، إن كان للمعنيين بالداخل العراقي، للدولة، للمواطنين أقول من جديد، للعالم الذي يحارب الإرهاب، وعلى أي درجة أيضا هناك رسالة من خلال هذا العمل وهذه المبادرة للإرهابيين؟ نعم، أولا بالنسبة للعراق هذا تأكيد أن علاقة دولة الإمارات والعراق علاقة قوية تاريخية على مدى سنوات، وكان هناك عمل وتبادل خبرات، وهناك كثير حقيقة من الشعب العراقي الشقيق يعملون ويعيشون في الإمارات. صحيح. منذ عقود، وفي نفس الوقت اليوم نحن نريد أن نقول أن دولة الإمارات لن تتوقف عن دعم الأشقاء، عن إعادة البناء، عن إعادة التعمير، وليس فقط بناء القديم. ربما سمعت اليوم من الوزيرة أن البنية التحتية سيعاد إيجادها، الحدائق ستكون حدائق كذلك تعليمية، ربما حدائق يعني حديثة بحيث أنها تكون مثل كما يقولون انتر اكتف تفاعلية. وبالتالي نحن نحاول كدولة الإمارات أن نخلق مجتمع صحي، مجتمع جيد حقيقة لأشقائنا هناك. الشعب العراقي حقيقة عانى الكثير، عانى الكثير، وأنا أعتقد اليوم مسؤوليتنا اليوم كعرب أن نقف مع الشعب العراقي ونعيد ونساعده في استعادة وضعه الطبيعي. أنا أشكرك. عبر الهاتف كنت معي من أبو ظبي سيد محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية.